هي مش محاضرة علمية، هي زي ما تقولوا كده نوع من النظر باكوردز على التخصص بتاعنا حصل فيه ايه، ويعني زي ريفليكشنز او زي تحليل شخصي للحاجات اللي جدت وتوقعات اللي ممكن يحصل قريبا في التخصص. يعني طبعا كلامي روماتولوجي بس على الروماتولوجي. المحاضره بتاعتي ان شاء الله حوالي 40 دقيقه، جايز بقالي شويه، ثلاث اجزاء: الباك جراوند، ايه اللي اتغير، وات هاز تشينج ريسنتلي، اند واتس لايك تو تشينج فيلد اوف روماتولوجي. وانا بتكلم على الانفلاماتوري ارثرايتس بس، يعني ماليش دعوه بالكونكتيف تيشو ديزيزز ولا الحاجات الثانيه. طبعا احنا المفروض نبقى فخورين ان احنا بنتعامل مع ماسكو سكليتال ديزيز، لان ماسكو سكليتال ديزيز ده الكومنست كوز اوف فيزيكال ديسابيليتي. فاحنا ديلينج مع حاجه بتمثل خمس الكونسلتيشن في المجتمع الغربي، خمس الجنرال براكتيشنر او الفاميلي فيزيشن كونسلتيشن بسبب ماسكو سكليتال ديزيز. ويكفينا نعرف ان 36 مليون وركينج دايز بتضيع كل سنه بسبب الاوستيوارثرايتس بس. ومن الكوست بتاع مرض زي الاوستيوبروزس لوحده تقريبا اكثر من 2 بليون في سنه واحده. فاحنا بنتعامل مع امراض مكلفه، مش بس امراض بتجيب ديسابيلتي. طبعا ما بتكلمش عن البيولوجيكس والكوست بتاعها، ده هيوج كوست، هيوج بيردن على دوله زي مصر وعلى دول العالم الغربي كمان، يعني عبء جامد على الميزانيه بتاعتنا. السبيكترم بتاعنا برود سبيكترم، يعني ما بنتعاملش مع مرض ولا اثنين ولا ثلاثه بيكرروا، احنا بنتعامل مع برود سبيكترم كونديشنز. المحاضره النهارده مركزه على ده اللي هو اكثر حاجه احنا بنشوفها، اكثر من جينيتيك تيش ديزيز. احنا طبعا بنشوف ديجنتيك ارثرايتس كتير، بس ما يعني ما بيطولش معانا. اللي بيفضل معانا بقى بيتردد على العيادات بتاعتنا وبنشوف الكبير بتاع الانفلاماتوري ارثرايتس. طبعا الانفلاماتوري ارثرايتس في حد ذاتها ديفرنشال دايجنوز عريض كبير، مش حاجه واحده. ده القسم اللي في مستشفى الابردين رويال انفيرمري، اللي هي المستشفى الرئيسي التعليمي او بيسموه التاشر وكده، بس الحالات الصعبه اللي في المقاطعه بتيجي فيه، ومفروض ان الناس اللي فيه بيتعاملوا مع الحالات اللي هي فيري كومبليكيتد. ده مدخل المستشفى، وده المستشفى اللي انا بشتغل فيه. انا كنت جايب كليب عن القسم على اساس ان انتم ممكن تعملوا حاجه زيها في القسم هنا يعني، بس ما اعرفش ان النت مش هيشتغل يعني. عاوز اضيف ازاي الريسيرش مع الكلينيكال بيانتجريت. انا كنت ناوي اشتغل في ممكن تعملوا حاجه مشابهه، تقولوا احنا بنعمل ايه هنا، والقسم الداخلي بتاعنا بيتعامل مع ايه، والادويه اللي عاملين ايه، بترفع البروفايل بتاع القسم. كل واحد له جنرال كلينكس ولو حاجه بيحبها، يعني دي الحاجات اللي انا يعني واخد انترست فيها، اللي هو الكونكتيف تيش ديزيز، الالترا ساوند دايجنوستيك، الالترا ساوند والبيدياتريكس والبيسنت، مع وجود البيولوجيكس ومع الديرلي دايجنوستكس ومع الكلام ده، احتياجنا للمين بيشنت بيقل. طبعا في حالات كومبليكيتد زي اللوبس وحالات زي الحالات اللي شفناها النهارده، لكن مش زي زمان اللي كان الورد كان فيه وورد مثلا 13 سرير للفيميل و12 سرير للرجاله، كانوا 25 سرير كانوا مانيين ما بيفضوش. دلوقتي يعني ممكن يبقى القسم مثلا في حالتين ثلاثه وساعات ما بقاش في حالات خالص، السبب ان في بايولوجيكالز وان احنا بنقدر نكتبها بدري قبل ما الحاله تتدهور وكده يعني. طيب ايه الباك جراوند؟ الباك جراوند ما فيش حاجه جديده، كلام كلنا عارفينه يعني. ان تريتنج انفلاماتوري ارثرايتس وذين 3 مانث اوف سيمتوم اونست ويل ريزالت ان بيتر اوت، كومون سنس يعني، كل ما تبدا بدري كل ما كان افضل.
treating very heavily with powerful drugs like anti-TNF therapy ممكن يديلك drug free remission with you. يعني انا بقى يجيلي حالات مثلا كانت فابحاث مثلا بيجربوا مثلا في ليدز يدوا anti-TNF في بدايه المرض وبعد سنه يوقفوه والعيان يفضل بالعشر سنين بدون علاج خالص المرض راح. هم جربوها في كلينيكال ترايل. يعني انا جالي حالات نقل في المكان اللي انا فيه كان في كلينيكال ترايل ادوا له anti-TNF في الاول لمده سنه وبعدين وقفوه والعيان عندي الى الان يعني معايا مثلا بقالي 5-6 سنين مفيش اي سانس اوف اكتيفيتي. هل في ريكومنديشن في الكلام ده ولا هو كلينيكال ترايلز؟ لو عملت جوجل ايمري early very early treatment with cure aiming for cure هتلاقي هو نفسه يقول لك انا لو كان حد قال لي كيور للانفلاماتوري ارثرايتس من 10 سنين كنت هضحك عليه. دلوقتي لو انت شخصت بدري وعالجت بدري وعالجت باورفول شخصت بدري يعني كم بدري دي يعني كم شهر؟ بدري يعني ان انت في العيان بقى على افكتيف ديماركت وشغال في السنتين الاولانيين من بدايه المرض من السيمتوم والله. لكن الكلام اللي اتعمل عليه ابحاث اللي هو 3 شهور ان يكون على حاجه في خلال 3 شهور من السيمتوم والسيمتوم. طبعا العيان على ما بيلف وبيجي ساعات بيتاخر وعلى ما بيبدا العلاج بيتاخر وعلى ما بياخد 2-3 ديمار ويحصل له سايد افكتس منهم ويوصل للانفكتيف بيكون اتاخر. لكن برضه في عيان بتصادف انه بيناسبه اول دواء وبيرتاح عليه بيبقى كويس. فهو دي حاجه تو اسباير تو لكن براكتيكالي ممكن تبقى صعبه انها تتنفذ يعني. بس مش لان الكونفرجيشنز كلها بتقول ابدا الاول بالانسيلز وبعدين الديمارتس وبعدين بالبايبر. ما هو دلوقتي ما عادش يبدا بالانسيلز دلوقتي يبدا بالديماربز ويفضل الميثوتريكسين هو الموست ريلايف. وفي وجهه نظري العيان اللي بيستجيب على الميثوتريكسين وبياخده ما بيقعدش بيولوجيكس لو استجاب عليه. انا شايف الميثوتريكسين احسن بيولوجيكس. العيان لو خد احسن بيولوجيكس لو العيان خده واستجاب عليه وما حصلوش اعراض جانبيه منه ما بيقعدش بيولوجيكس. نادرا ما دوست على الميثوتريكسين حنجدها. احنا بس بنتكلم في الجنرال برنسبل. يعني لو انت شخصت الحاله بدري شخصتها صح وعالجتها بدري ويعني خلينا ننسى حته انتي يعني بالميثوتريكسيت وعملت اسكاليشن مظبوط وديت كورس ستيرويد في الاول كده انترا ماسكولار ولا حاجه عشان تنزل الانفلاميشن بسرعه الاوتكم بس جدا قد يكاد يكون كيور. يعني لذلك ذير از بوتنشال ايرلي ريميشن ان كيور في البيشنتس كان بيشير كومبليتد ايرلي ان كورس اوف ديزيز. طيب ازاي اشخص اللي عنده بدري؟ ايه الحاجه اللي اعتمد عليها عشان اشخصه كويس؟ الاكزامينيشن لازم يبقى عندي جود اكزامينيشن سكيلز عشان ما اعملش اوفر دايجنوزس واشخص حاله مش روماتويد على انها روماتويد وعشان ما اعملش اندر دايجنوزس تبقى حاله ايرلي روماتويد واقول لا لا ده بس عيان ولا ديبريست ولا متخيل ان عنده الم ولا كده ولا فايبرومايالجيا ولا كده. فاذا احنا بنعلم التريني هناك وبنعلم الجنرال براكتشنر اسك لوك فيل موف اسال وبص وحرك وحس. ولو ما وصلتش لحاجه من دي او لو انا ما وصلتش لحاجه باستخدام التول ده احنا اعتبرنا ده الموست سنسيتيف اهم من الروماتيك فاكتور اهم من الانتي سي سي بي اهم من الاي ام اي ان انا افحص. لو فشلت وشاكك ان الهيستوري لسه انفلاماتوري بس ماني شايف كلينيكال ساينز استعمل التراساوند وسبلمنت بالانتي سي سي لو انا بتكلم في روماتيك. ليه اكزامينيشن مهم؟ لان زي ما انتم عارفين 50% من الايرلي ارثرايتس هيبقى ليه اس ار وسي ار بي نورمال في الاول. فلو اعتمدت عليهم ممكن تبقى مسليد. واحنا عارفين ان الروماتويد فاكتور في الايرلي ارثرايتس اقل من 50% من حالات الروماتويد هيبقى عنده بوزيتيف روماتويد فاكتور. واحنا عارفين ان حتى لو عنده بوزيتيف السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي بتاعته مش قد كده للروماتويد. ممكن البوست بسبب شغل سندروم، ممكن البوست بسبب انفكشن، ممكن البوست بسبب اولد ايج، ممكن البوست بسبب حاجات كتير. في الانتي سي سي بي بس برضو ارجع اقول لك ما انا بشوف انتي سي سي بي في عيان لسه ما جالوش روماتويد وقع واتخبط واحد قرر يعمل له تيست طلع سي سي بي بوست بس هل هو عنده روماتويد ولا لا؟ ممكن ما يجالوش روماتويد الا بعد 10 سنين. انا السؤال ايه؟ هل المرض بدا ولا لا؟ مش عشان واحد عنده شويه اكس اند بينز والواحد ما بتنامش من نشر في دراعها والسي سي بي 340 ولا 400 اديها ميستريكسين. هل في فيزيكال ساينز في الفلامين؟ هل في سونوجرافيك ساينز ولا لا؟ اكس راي طبعا بدري ما هتبقى طبيعي مش هتبقى مش فبنقول للعيان ادي نورمال هاند او للترينين. هل في ترايلز اتعملت على الناس الانتي سي سي بي بوزيتيف واسيمتوماتيك يعني ما فيش مش بيشتكي من حاجه
ولونجيتيودنال ستادز كده وشافوا نسبه قد ايه من دولت ديفلوبينج روماتويد بعد كده ليتر اون ولا ما اتعملش؟ لقوا ان لو في عنده دوبلر سيجنال دي هايلي بريدكتيف اوف ديفلوبمنت ترانسفور فروم انديفرنشيتد ارثرايتس لروماتويد ارثرايتس لو عنده دوبلر سيجنال ايرلي. بس ده عنده undifferentiated ما انتش عايز ترك مش عارف تركبها على روماتويد واتفتقلبت بعد كده انك قدرت تشخصها بروماتويد. لا انا بقول اسيمتوماتيك خاص ما بيشتكيش. يسموها اسيمتوماتيك مش هيتعمل له تيست. ما لو اسيمتوماتيك هيعملوا له تيست يعني افترض مثلا انا يعني ايه سي انا بقول لك حاجه بحثيه. ما هو غالبا اللي بيتعمل له تيست عنده سيمتوم. الفكره ان معظم الناس اللي عملها تيست بيبقى السيمتوم مش سبيسيفيك ايك ايكس مش سيمتومز تقول ان ده انفلاماتوري فبيسموها بيدوها تيرم كده يقول لك كلينيكالي سسبكت ارثرالجيا. العيان اللي عنده ارثرالجيا من هيستوري انا حاسس ان جايز تطلع حاجه ده بقى بيعمله سي سي تي. لو بوزيتيف السؤال الثاني طب هو هي دي فعلا حاجه ولا لا؟ هيعمل له الترا ساوند افحص وصل مش قادر مش مقتنع يبقى الالترا ساوند. شفت دوبلر بادئ ده احتمال كبير جدا يقلب فانت ما تقولوش ديسشارج على لي بعد سنه لا رجعه تاني بعد 3 شهور بص عليه تاني. طب هل حد بقى برضو سيرش في ريسيرشز جرب كبروفيلاكتيك ان انا ابدا في عيان زي كده عشان ما يحصلش ولا دي ما تجربتش؟ بس في ناس قراها يقول لك طب انا اديله هيدروكس كلوروكين وخلاص يبقى افضل ما اديلوش حاجه خالص. في ناس تقول لك لا وانا عالج نون ديزيز ليه لما اشوف ديزيز بعالج. فهي على حسب كل واحد ورايه يعني دي هيختلف فيها الناس. الحاجه اللي مش هيختلف فيها الناس انا بتكلم من وجهه نظر ايه دلوقتي. احنا اهو في ايام زمان كنا بنقول ايه لا على قد مستوى السيمتومز عالج. دلوقتي قلنا لا ده اول ما تشخص عالج بقوه عشان جايز تدخله زي ما انت بتقول كده في ريميشن وكيور. هل بنفس الفكر ده انا لسه العمليه يعني ايه بتتبلور ولسه ما حصلتش هل لو ادت لها ضربه جامده على دماغها تقف ولا انت برضه مش عارفه تبقى اوفر تريت؟ ما هي ما لا انا بتكلم كبحث انا بسال بس انت هتلاقيت يعني مش عملت فبنقول له بص ادي نورمال هاند سوولن هاند واسال عن يعمل فيست ده شفت الكريز يبقى كويس ما شفتوش يبقى شك ان في حاجه. حرك المفصله وحرك الاخر يبقى كويس ده في ليميتيشن ده ممكن يبقى ساين اوف انفلاميشن. وبعدين النيو اي سي ار لايك كرايتيريا بتديك فرصه دلوقتي ان انت كلاسيفاي واحد كروماتوري من وان جوينت اونلي. يعني كان زمان لو استنيت اللي هي الكرايتيريا 87 بيبقى تو ليت على ما تبقى كلاسيفاي ان هو روماتوري. دلوقتي انت لو عندك وان سمول جوينت اونلي مع مور ذان 6 ويكس هيستوري مع هاي روماتيك فاكتور هاي يعني مور ذان 3 تايمز ذا ابر ليمت اوف ريفرنس بتاع ده انت جبت 6 بوينتس يعني انت ممكن تشخص الروماتوري ولسه وان جوينت. بس مش بس هتبقى تندر طويل سيفنج بتاع جوينت انما تقدر مالك على اي حته تبقى تندر يعني بس باي ديفينيشن الجوينت تندر برضه بس مش بتقدر هيبقى رينج اوف موشن ادي جديد بقى ادي جديد على وسائل مانجمنت ادي الكونسبتس الجديده في المانجمنت في يوبتر بايولوجيكس باي سيميلرز اللي هي تشيبر فيرجنز وجاك انهبيتورز يعني في دراجز كتير جدا دلوقتي موجوده في بروتوكول ستريت تو تارجت ان انت ايم فور كلينيكال ريميشن باي داس سكور انت عايز داس less than 2.6 او at least يعني لو عن long standing less than 3.2 ومفروض تفضل تعمل اسكريشن لما توصل للتارجت بتاع الريميشن او low disease activity على الاقل يعني ما كانش فيه بروتوكولات زمان.
تعمل كومباينيشن لو فشلت في مونو ثيرابي قوم في فتره كده قال لك لا الكومباينيشن افضل رجعوا تاني للشغل بتاع الحديثه ان انا مش افضل ولا حاجه ستيب اب ممكن يدينك نفس كمان تبدا ميثكسيت ما كانش زود صف زي ما كانش زود هيدروكس كلوروكين معاه كان زمان يقول لك لا لو بدات بالثلاث اف بالشرط المهم انك تبدا لو المهم ده ميثكسيت وتبدا بجرعه كويسه وتطمن العالم ما هواش كيمو ثيرابي ما هوش علاج كانسر وتطمن العالم ما تروحش تقرا على النت وتقنعه انه ياخده في الجوفنايل ما بيستعملوش السلازوفاين اللي دلوقتي ما بدعوش وقتهم فيه في الجوفنايل لو ما جابش على الميستريكسيد بيخش على البيولوجيكال بس على فكره انا معايا لان هنا صعب ان انا انا فعلا جربت السلازوفاين اللي عملت في حاجات الجوفنايل الريسبونس كان كويس جدا يعني بالنسبه لواحد ما كانش جايب ريسبونس حتى لما عدت الدوز فلما ضفت عليه السلازوفاين لقيت الفكت يعني ايه اللي مشي احسن بكتير جدا ما هو مش عارف ايه الجوفنايل مش مرض واحد والجوفنايل مجموعه مرضات وكل واحد فيهم بيتعامل بنفس الاستري بتاعه يعني في حالات انا عشان بشتغل في بيدياتريكس برضه في حالات بشوفها جي اي اي وبعدين لما بيدخل مرحله ترانزيشن هيروح للادلت بشوفه في حاجه اسمها ترانزيشن كلينيك وبعدين اخده الادلت كلينيك ويكمل معايا وهو ادلت في ناس من دول بعد فتره بيجي له كرونز بيجي له كولايتس بقول يبقى الجي اي اي بتاعته دي كانت بدايه كرونز ما كانش لسه ظهر اللي زي ده هتدي له سلازوبين وهو صغير هيستجيب لانه السلازوبين بيعالج الانتريك بس لكن انت ما تقدرش تعمم لان كل واحد فيهم بيختار الناس شو هيسد لو هو اوليجو ارتكلر غير البولي ارتكلر غير السيستميك اونست غير المالتيبل انفيسوباثي طب لما نكمل معاه هيفضل هو جوفنايل يفضل الليبل ما بتغيرش بس ساعات يعني في حالات بتبقى جي اي اي وبعدين ما يكبر يجيله السي سي بي ويبقى روماتول ما كانش عنده سي سي بي وصغير بقى له سي سي بي لما بقى ادلت بدا يتعقد الديزيز بيهيفنج لايك ان ادلت ديزيز وفي بيجي لهم السورايسز وهم كبار بيكتشف ان كان سورياتيك فهي على حسب انهي نوع من الجي اي اي هيخش في ايه ستيرويدز دلوقتي بيقول لك ان انت لو اديت جرعه ستيرويد في بدايه المرض دي بريزرف البونز وبريزرف الكروموسومز وبريزرف الدامج وبريزرف الديفورميتيز وبتحافظ على البون دنسيتي كمان يعني فاقول لك اديله مثلا كورس اورال او اديله انترا ماسكولار احنا هندي بقى في الانترا ماسكولار اولاد عارفين ان هو السايد افكتس بتاعه اقل من الاورال فبنديله كده كورس 80 ملي جرام ات ذا تايم اوف دايجنوزيس بحيث انه يعمل كنترول للاكتيفيتي على الدي ام ار دي يشتغل وبنقول للفاميلي فيزيشن بتاعه لو الحاله اتدهورت على نجيلنا مثلا بعد شهر ولا اثنين ممكن تجيله واحده كمان بعد شهر. يعني حوالي 80 ملي جرام انترا ماسكولار 40 مثلا عندنا هنا 40 يعني ندي اثنين يعني انترا ماسكولار كان غالبا بيقولوا يتكرر بعد اسبوع لا اسبوع تو ماتش انت قول له مثلا بعد شهر لو لسه فيك اكتيفيتي او العين لسه فانكشن مش كويس اديله واحده كمان بعد شهر. في عينين ما بتسيبوش عليها خالص بنديله الديب المدرون 120 ما يستجيبش فده بنضطر نديله اورال اورال مثلا لمده شهرين ثلاثه ويكون اتسحب على الاورال ممكن نبدا بجزء قد ايه؟ على حسب لو عيان كبير وضخم ممكن تبدا له ب 20 لو عيان سليم يعني مثلا نص ملي جرام كيلو جرام لا 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 مش بالكيلو جرام ده انت بس بتديله يعني زقه كده بالستيرويد بوش يعني بحيث انك تنزل الانتي انفلامتري سايتوكاين وتحاول تو بريزيرف از ماتش از بوسيبل 20 ملي جرام ابدا لو عيان افريج بيلت او ثين او رفيع او قليل 15 كويس الميثوتريكسيت the only classic DMR that has proven track record to be anti-erosive, anti-resorptive مع كل الترايلز بتاع البيولوجيكس هو الكورنر ستون وماشي معاهم بيقلل دراج اميونوجينيسيتي الناس اللي عندها تندنس يجي لها انتي دراج انتيبوز بيقول له دوز ميثوتريكسيت بيساعده دراج محترم جدا ولو حد سالني ايه احسن حاجه حصلت في الروماتولوجي في 20 30 سنه اللي فاتت ولا 40 سنه هقول له ميثوتريكسيت لان انا فعلا شفتها بعيني العيان اللي ما بيستحملش الميثوتريكسيت هو اللي بدوخ فيه العيان اللي بيتظبط على الميثوتريكسيت نادرا ما بيعوز حاجه نادرا يعني نادرا ما بيعوز بايولوجيكس لو خده يعني مش عارف طيب الميثوتريكسيت هل تفرق بين السبتينيوس والمصدر الاورال احنا عندنا مثلا في بريطانيا العيانين ما بيحبوش الانجكشن
فالفيرست لاين اورا في كندا وفي بعض بلاد ايست يوروب العيان بيحب الانجكشن وبيبداوا سبكوتينس. الاوت كان بتاعهم احسن بتاعنا من جدا، يعني استجابتهم على الميثوتريكس احسن ليه؟ البايو افيلابيليتي بتاعته من الانجكشن احسن. الريسك اوف سايد افكتس على الاستومك اللي هي الكومونست النوزيا والكلام ده احسن لانه دايركت على البلاد من الانجكشن، بس سبكوتينس مش انتراماسكولار. يعني انا لما كنت بديه هنا انجكشن كنت بديه انتراماسكولار في مصر، لا في الخارج سبكوتينس. لا سبكوتينس خلاص انت هتلاقيك فاكر كان هناك عشان تقنع حد باللي ياخد سبكوتينس مش عايزين ياخدوه، عايز الاورال الاول، يقول لك لو ما استجابش على الاورال صح؟ اه مش عايز اورال، مش عايز انجكشن، عايز اورال. لو رحت مثلا في بلاد زي ايست يوروب وكده اه عنده بيحب انجكشن، كندا مثلا بيبداوا انجكشن على طول. وضبط الانجكشن اسهل في الدوز، يعني ما بنقولش مثلا بتاع الطيارات حصل عدد الطيارات في العمليه تو ماتش، انما لما بنبدي مثلا نص وثلاث ارباع وصنع يعني بقدر ارفع الدوز. ده هم عملوا فيمز بتاع الدايبيتكس دلوقتي للميثوتريكسيت، وكل دوز كلر مختلف عشان ما يحصلش لبس. العيان ما بيشوفش الابره، العيان هو اللي بيعملها، بنعلمه يحمي نفسه عشان ما يقعدش يجي للحكيمه تديله الحقنه. عندك سؤال؟ لا انا مدي لغايه 25 ملي جرام، في ناس ما بتستجيبش لما يوصل 25. حته المالتي ديسيبلينري كلينكس، احنا عندنا حاجه اسمها ايرلي ارثرايتس في كل الاقسام دلوقتي. ايرلي ارثرايتس كلينك العيان اللي اتشخص انفلاماتوري ارثرايتس بعد السيشن الاولانيه او الكلينك الاولانيه بيروح حاجه نيرس ليد كلينك. النيرس بتمشي على بروتوكول معين وبتعمل الداس سكور ومفوضه وعندها الصلاحيه انها تكتب الجي بي تقول له الداس سكور بتاعه كذا، ارفع جزء جرعه الميثوكسيت من 15 ل 20. والزياره الثانيه لما بيروح يشوف النيرس بيعدي على الاوكيوبيشنال ثيرابيست عشان لو عنده فانكشنال ليميتيشنز، عنده حاجات في الامبلويمنت وهي تعمل تتكلم على الامبلوير وتعمل له الادابتيشن المطلوبه، بيشوف البودايتريست لو عنده حاجه ارش محتاج ارش سبورت، محتاج حاجه للمنتال كونسلجر بيعمله في كلينيكال سيشن 10 في 1 احنا 10 في 1 كله ما نروح للحاجه. المهم انه بياخد، معلش ما احنا ما عندناش اوكيبيشن في كلينيكال سيكولوجي. العيان اللي مش كوبنج بتقعد معاه وتتكلم معاه وتشوف لو عايز محتاج ادويه، محتاج كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، محتاج خايف عنده فوبيا من الميثوتريكسيت او نيد الفوبيا بتقعد معاه تتعالجها. فده كونسبت جديد ما كانش موجود قبل كده. تيلي ميديسن المقاطعه اللي انا فيها مثلا متراميه الاطراف، في عيان مثلا عشان اقول له تعالى لي بعد شهر هيقعد يخطط هيجي المشوار ده ازاي، بنشوفه بالتلفزيون ومدربين نيرس وفيزي ثيرابيست الناحيه الثانيه تعمل الاكزامينيشن وتزوم بالكاميرا وانا بعمل قرار وانا قاعد في مكان ثاني خالص. تيلي ميديسن كلينكس تيلي تقعد يتدخل في الجاوت كمان، عارفين دلوقتي الجاوت انت ايمنج ان انت تجيب ليفل ليس ذان 360 يو مود اللي هي اعتقد ليس ذان 6 ملي جرام دي سي دي كبير هنا، ولو ما كانش خليه ليس ذان 5 اللي هي ليس ذان 300. عرفنا كمان ان في حاجات لينك للايثيولوجي وللباثوجينيسيس وللفيلير انه يستجيب للديفايس ده اللي سموكينج، يعني عارفين السموكينج تريجر انتي سي سي بي بوزيتيفيتي. الناس اللي عندهم لو بوزيتيف سي سي بي وسموكر ده ممكن ريسك للروماتويد، وبعدين السموكينج ريسك للروماتويد لانج ديزيز، بيلاقوا سي سي بي في اللانج برونكو الفرال لافاج بتاعهم. عرفنا ان الاوبيزيتي برو انفلاماتوري، عيان الاوبيز استجابته للديفارت بتبقى اقل من العيان اللي هو نان اوبيز عشان الادبوز تيشو. عرفنا ان السوشيو ايكونوميك ستيتس لها علاقه بالريسبونس للثيرابي وللونج تيرم اوت. كل دي حاجات جديده على مستوى المانجمنت. طب هسال سؤال، هل التقدم في المانجمنت ده يقابله تقدم في قدرتنا على التشخيص؟ هل احنا لاين باي لاين اتحسنا من ايام زمان ما كانوا بيتقلنا تفحص عيان الروماتويد ازاي الى الان؟ هل في تغير على مستوى الدايجنوزس؟ هل احنا احسن في الدايجنوزس زي ما احنا احسن في المانجمنت؟ ايه الجديد؟ غير الالترا ساوند ايه اللي بيساعدنا نقول عنده روماتويد ولا مش في حاجه ثانيه؟ ما هو على مستوى بس. وبعدين الانتي سي بي مش يعني هو ممكن واحد عنده سي بي اس ما عندوش روماتويد هو ده هو والعكس في ناس روماتويد وما عندهاش كلينيكال ما عندهاش انتي سي بي
والسي سي بي ما هواش 100% ما السي سي بي اه انا بتاعتك اصلا نقطه السي سي بي يبقى اذا لو حد طلب تليفون الصبح مثلا على التلفزيون ولا اونلاين ولا في احدث حاجه في التخصص بتاعه ممكن ده هو ده لا برضو الكرايتيريا بتاعت الدياجنوز دي برضو تعتبر تقدم جامد جدا لان حته الالترا ساوند داخله في الدياجنوزس بتاعه يعني ان انا اشوف المانيفيستيشنز بتاعه الارثرايتس ما هي قديمه بقدم الكرايتيريا بتاعه الدياجنوز بتاعه 2010 مش كده هي ايه لا انا مش بتاعه 87 انا بتكلم الالترا ساوند ده مش شيء جديد يعني يقول مثلا بقى له 10 سنين تقريبا انا الحاجات اللي انا قلتها في المانجمنت في حاجات من 15 20 سنه انا بتكلم فانا قصدي ان الكرايتيريا نفسها بتاعه الدياجنوزس دي تعتبر تطور جامد خلتني اقدر اكتشفه مور ريسنت عن القديمه دي برضو الكرايتيريا دي مهمه جدا ما هو انت لو دخلت فيها الانتي سي سي دي جزء منها وعدد الفاكتور هتعرفي انا جاي من شلت راديو مش كمان يعني انا عاوز اقول ان الكرايتيريا على الورق شكلها جميل جدا بس اللي بيحصل في الريل لايف حاجه ثانيه بس في نقطه يعني في الدياجنوست بتاع الروماتويد لسه ما دخلش في كرايتيريا ان انا اعتمد على الالترا ساوند عكس الانكيلوزنج مثلا دخل الام ار اي في الكرايتيريا بتاعه اوصل للنقطه دي انا عاوز اوصل ان الفيصل اني عشان عالج شخص وان الكلينيكال سكيلز بتاعتنا كلنا مش عايز اقول بور باد انا بقول لك انا اهو انا هدي لك امثله بالصور مش هيخلص فاحنا ما بنستعملوش الا لو مضطرين يعني في السن الصغير وفي الناس اللي عندها ليفر ديزيز والكلام ده يعني رايي لو انت مضطر قوي استعمل ميستريكسين وبعدين شورت هاف لايف عايزه تحمل عايز يجيب ولد عايز بتاع كانوا بيقولوا 6 شهور دلوقتي يقول لك 3 شهور وخلاص يعني بيوند الانتي سي سي تي والدياجنوستيك الترا ساوند ما فيش حاجه ساعدت قدرتنا على تشخيص الروماتويد لان الكرايتيريا بتقول لي وان ساينوفايتس وان جوين الكرايتيريا بتقول لي كده بس انا لما ببقى قاعد مع العيان انا مش عارف دي سنوفايتس ولا لا هي بتوجعه وتنضر بس انا ماليش شايف الديزيز اكسبيرسن اتسلف يعني انا بعد فتره ببدا بقى هو عايز بس انا عايز اجيبه بدري يعني السلايد ده مثلا بيقول لك ايه قال يا جماعه من السبعينات للوقت اللي احنا فيه حاليا ادي هاو التريتمنت صح تقدم هاز يعني من السبعينات الى الان شوف الكيرف بتاع الديفلوب بتاع المانجمنت شوف عامل الكيرف ستيبو حلو ازاي تعال شوف قدرتنا على الدايجنوستكس يعني ما هياش مش قادره تلحق فاللي احنا عاوزينه هاو تو بريدج الجاب ده ازاي قدرتنا على الدايجنوستكس تتوازى مع قدرتنا مع كميه الادويه والاسلحه اللي عندنا دي اوظفهم ازاي عشان ما بقاش اوفر تريتنج ولا اندر تريتنج دي ارائي الشخصيه جوينت اكزامينيشن سكيلز ار بور وانا اقولكم انا كان معايا ميديكال ستودنت في العياده دايما بيجي ميديكال ستودنت يقعد مع الاستشاري في العياده عشان يتعلم يعملوا روتيشن وانا ما عدتش بشتغل غير بجهاز الالترا ساوند جنبي لان اكتشفت ان ما بقاش جنبي جهاز الالترا ساوند بحس ان انا تايه فالعياده دي انا متابعها مثلا بقالي 5-6 سنين وكل مره تيجي تقول لي الريست بيوجع وهي عندها سيفير هايبر موبيليتي وافحص مفيش اي ليميتيشن مفيش اي ساينوفايتس مفيش سويلنج مفيش هيت مفيش تندرنس اللي هي الكاردينال سايز بتاع ساينوفايتس بس الريست تندر وحركه يعني يمكن اكتر من رايت انجل فاقول لها انت علشان انت هايبر موبايل ده سبب الوجع وانت بتعملي على الكيبورد كتير يا دكتور في الم ما انا بقول لك مفيش التهاب
فجات لي بسينوفايتس ريست في يوم من الايام والريست الثاني كويس اللي انا دايما بقولها ده هايبر موبايل. فبقول للميديكال ستودنت خليني اوريك الالتر ساوند على النورمال جوينت شكله ايه ونقارن بالانفليم جوينت. فبدات بالنورمال جوينت اللي انا فحصته ولقيته نورمال، لقيت فيه جريد 2 من 3 جريسكيل ودوبلر وانا مش شايف ايه تفسيرها. مين هنا بيعمل الترا ساوند؟ مين اللي بيعمل حساب الترا ساوند؟ ازاي يبقى عيان عنده، ازاي العيان اللونج ستاندنج ديزيز اللي عنده ديزيز بقاله فتره طويله الكلينيكال ما تشوفش حاجه والالترا ساوند يوريك كتير؟ ايه تفسيرها؟ ازاي انت مش شايف؟ ليه ما انت شايف كلينيكال؟ مش يجي ده حاجه زي سينوفايتس ايه؟ اه ممكن تبقى جريد 3 3 وانت مش شايفها اصلا وانت مش ليه ليه بقى كلينيكال يعني ممكن تخرج بره الجوينت يعني تخرج تروح فين؟ برافو عليك. بتروح فين؟ الريست كام جوينت؟ كام جوينت؟ ديستال راديو ارك ها ده سيبريت جوينت وبعدين راديو كاربو سيبريت جوينت وبعدين كاربو انتر كاربو سيبريت جوينت. العيان اللونج ستاندنج ديزيز الكابسولز تبقى ستريتش وبعد فتره الثلاثه جوينت دول ديفيوز مع بعض فبقى جوينت واحد كبير. ده مش هيديك سويلنج كلينيكال لان الانفلاميشن عاين جوه الانفلاميشن عاين جوه مش هتعمل له انت بيك اب. فالحالات اللي انت بتشوفها تقول ما عندوش سينوفايتس هو عنده انت مش شايفها. ولو انت اعتمدت على ان هي عنده وانت مش شايفها هتعمل دايجنوزس ممكن ما يكونش عنده. فلازم تشوف انت بتعمل ايه. ما ينفعش تعالج حاجه انت مش شايفها. ما ينفعش الاوبستريشن يقول لا ده بريتش. انت شفت هو بريتش؟ انا بالخبره بقى بايدي انا بقالي 20 سنه اوبستريشن. ما ينفعش. لازم تشوف انه بريتش. ده بالظبط الروماتولوجي بقى. وده اللي انا صعقت لما كنت فاكر نفسي بقى يعني انا هنا انا هناك وانا احط ايدي اقول لا انا قعدت بسال نفسي 3 4 مرات قبل ما اقول دي سينوفايتس ولا لا. فنرجع للكلام سؤال الدكتوره منى الكرايتيريا ساعدتني ان انا ممكن اجيبها من جوينت واحد. بس لو انا عرفت اجيبها ما انا ما بعرفش اجيبها ايرلي ولا ليت. لو تو ليت العيان عنده مرض بقاله 10 سنين الجوينت فيوزد والكبسول بقت لاكس فهتستوعب كميه ديفيوجن اكتر مش هيطلع لك على السطح تحسه. بس برضه الالترا ساوند انتربريتيشن حقيقي برضه المشكله الثانيه حقيقي. فاحنا الكلينيكال سكيلز بتاعتنا ككلينيشنز دايجنوزنج برايفتلي فيري ليميتد فيري ليميتد. ميثوتريكسينج از ان اكسلنت اند فار مور امبورتنت ذان بايولوجي. اف يو كان يوز ات تايلي دايجنوز ايرلي وابداه ايرلي واستعمل دوز كويس. روماتويد از اوفر دايجنوز. الفايبرومالجيكس ممكن بسهوله جدا يتشخصوا روماتويد. البولي ارتكولار جاوت بيتشخص روماتويد ودي عرفناها بالالترا ساوند. العينين اللي بياخدوا ليبل سيرو نيجاتيف روماتويد وما يستجيبش على الميستريكسيت ولا يستجيب على الافاره ولا يستجيب على البتاع ويروح على البيولوجيك ياخد بيولوجيك واثنين وثلاثه اربعه ما يستجيبش فكر انه ممكن يبقى بولي ارتكولار جاوت وفكر ان هو انت ممكن تجيبه بالالترا ساوند. احنا اكتشفنا حالات كتير من اللي رايحه الايرلي ارترايتس كلينيك عشان تاخد بيولوجيكال ما بنيجي نعمل الترا ساوند بنشوف دبل كونتور للكارتليج وساعات بنشوف الكريستال كانك شايفها تحت الميكروسكوب بالالترا ساوند. واحده زميلتي في هيلث بورد تاني عملت حاجه حلوه قوي قالت لهم للهيلث بورد بتاعها انا العيانين اللي هم رايحين ياخدوا بايولوجيكال سباي داس سكور اللي الداس سكور بتاعهم معدي 5.1 وباي لو ممكن ياخد بايولوجيك ممكن عيني يشتكيك انا اكتر من 5.1 ما بتدينيش بايولوجيك. قالت لهم خلوني اعمل راندوم سكاننج لبعض مش كلهم. وقالت للنيرس بتاعت الايرلي ارثرايتس كلينك العيان اللي تلاقي الداس سكور بتاعه عالي عشان عنده هاي نمبر اوف تندر جوينتس بس لو نمبر اوف سوين جوينتس هتقولي اعمل له الترا ساوند الاول. لما عملت الترا ساوند لقت نسبه كبيره جدا من العيانين اللي رايحين ياخدوا بايولوجيكس عشان هم كلاست از نون ريسبوندرز كله كرونيك ديزيز واكتشف نسبه كبيره منهم جاوت مش روماتويد. انتوا عارفين وفرت للهيلث بورد بتاعها كام في سنه واحده؟ 50,000 جنيه في سنه واحده من انها عملت راندوم سكاننج لناس كانت رايحه تاخد بايولوجيكس راندوم يعني ما عملتلهمش سكان كلهم راندوم واختارت الناس اللي هم عندهم هاي تندر ولو سوول.
لان في الغالب اللي عنده هاي تندر نوس وورن ده غالبا مش هيبقى انفلاميشن, هيبقى كرونيك ديزيز. فانت لو رحت بالداس سكور باي داس اب, لكن هل الداس بيخش فيه الفوت جوينت؟ ما في عين بيبقى كل الانفلاميشن عنده في الفوت وفي الانكل, الداس مش هيجيبه, الداس سكور مش هيجيبه. ممكن كرونيك ديزيز روز الاوستيوارثرايتس مثلا الانفلاماتوس ولا الهيموكروماتوزس ولا حاجه من الحاجات. سيرو نيجاتيف روماتويد از ا دينجرس دايجنوستس, لازم تشوفها الالتر على الاقل, او على الاقل يكون عندك سي سي بي او هاي روماتويد فاكتور. ده سكور في رايي ما يسويش الورق اللي بيتكتب عليه. بروتوكول دريفن تريتمنت اسكريشن از دينجرس, انك تقعد نيرس وتعلمها تعمل داس وتقول لها لو اكتر من 5.1 علي جرعه, ما هي لازم تبقى برضو عندها كلينيكال سينس, ولازم تسال الدكتور لما يبقى واحد عنده 40 تندر جوينت ومفيش سنجل سولن جوينت او اثنين سولن جوينت. الترا ساوند في رايي از فيري يوزفول اند ذا انسر تو موست اوف ذيس كويستشنز. فادي عيان وادي عيان, ده عنده 20 تندر جوينت ومفيش سولن جوينت خالص, ده عنده 6 تندر جوينت و4 سولن جوينت. فبالعقل كده ده less likely انه يبقى active disease, ده more likely انه يبقى active disease. الاثنين نفس الدي اس ار, بس ده حالته العامه متدهوره ومزاجه وحش وما بينامش وما بياكلش وقلقان على شغله, فالهيلث هيلث اسيمشن بتاعه عالي, وده يعني مكبر دماغه ومتاقلم مع الوضع, فالهيلث اسيمشن بتاعه لو باي لو ده هياخد بريد ده مش هياخد. ادي الداسكو اللي في كل كلينيكال ترايت على اساس ان اي حاجه مفيش حاجه اوبجكتيف في الموضوع خلاف السوالين جوينز, اما الباقي سبجكتيف. يعني هو اللي بيقول لي انا بتك, هو اللي بيقول لي انا في وجع. انا لو جالي روماتويد بكره, ممكن اخلي الداس سكور بتاعه 10 لو انا عاوز كمريض, ممكن اخليه 10. فاذا شوف انت بتعالج ايه, بص لو مريض ذكي وفاهم كويس قوي الدواء بتاعه هيقف على بيقرا العين بيقرا. ده في عينين بيقرا, لا وفي ناس اي ما تيجي تتك عليهم كده اي حاجه ده يعني بيقروا الكرايتيريا بتاع اللو بس والله ما يعملهاش. وبقول له في الاخر بقول له انت غير يعني اللو صح, يقول لي بحس ان الكلام مفتعل, يعني نفس الكلام في الاسداس, طريقه الرد على السؤال مفتعل مش يعني. طب ايه احنا محتاجين ايه كتخصص بقى؟ يعني اللي احنا محتاجينه بعد المقدمه دي كتخصص احنا محتاجين ايه؟ محتاجين حاجه تساعدنا في الايرلي اند اكيوريت دايجنوستكس. انا عايز اشخص صح حاجه الدي اس ار, يعني احنا مش قلنا في الدي دي ار شغل بتاع الباس بلان كان اكتر مور اكيوريت الدي اس سي ار سي ار بي. ما هي ديبند, في ناس السي ار بي عندها مور اكيوريت, في ناس الدي اس ار عندها مور اكيوريت. ما يعني في عيانين بيجي لي انا ببقى متاكد انه اكتيف ديزيز, وفي الاخر هقول لك حاجه, كل السورياتيك ارثرايتس والسيرينيك ارثرايتس بيبقى اكتيف جدا ما بيطلعش في الدم, هتلاقي السي ار بي بتاعه نور والاي اس ار بتاعه نور, انا ما اعرفش ليه. لاحظيها كده, لذلك الالترا ساوند مور يوسفول في السيرو نيجاتيف عن الروبوتود. الروبوتود انت يمكن احيانا هتشوف سايبر بتاع السورياتيك اللي انت ممكن تشخصه, فايبروميالجيا زي ما قلنا في مرور الصبح, ممكن يبقى تندر بس ما بتبقاش هتشوف الانفلاميشن, بيبقى انثيسيس مثلا مش هيطلع في الدم, هتلاقي السي ار بي بتاعه نور وتلاقي جريد 3 في الالترا ساوند. بس لكن ككلينيكال تول في رأي الشخصي ما يسويش الورق اللي هو مكتوب عليه, يعني الورقة أهم منه, الورقة أغلى منه. أنا محتاج حاجة تساعدني العين اللي بياخد هيلوميرا وبياخد, إحنا دولة يعني برضو اقتصادنا على قدنا وما نصرف ملايين على الأدوية دي, ما أنا لازم أستعملها بترشيد, أستعملها علشان أوفر وما أسيبش استخدامها. أنا عايز أعرف هو مستجيب ولا لأ. ما في عيان نفسي انا ما بيعرف ان هو بياخد دواء غالي جدا هيستجيب نفسيا. عايز اعرف, عايز حاجه تقول لي انهي المرضى اللي ابدا فيه, انهي بايولوجيك اللي ابدا فيه. كان اوكي ساوند هيلب, اي ثينك ات كان, اي ثينك فروم وات اي سو ماي سيلف ات كان يعمل بريدكشن للريسبونس بتاع في التول الاولانيين. لا او الاثنين الاولانيين, لا بريدكشن دي قصه ثانيه هنتكلم فيها في الاخر. ده الناتشرال هيستوري بتاع الروماتويد ارثرايتس. الروماتويد لو انت ما عالجتوش خالص هيقعد يزيد وبعدين يوصل لمرحله بقى ريميشنز, مش ريميشنز يعني امبروفمنت سلايد وبعدين فلير, امبروفمنت وبعدين فلير, امبروفمنت لغايه ما يبقى في ويل شير او يبقى عليك على سرير معاش حد. ده لو ما عالجتوش خالص. لو انت عالجته متاخر يعني بعد الفيرست تو ييرز, يعني مش بدات العلاج بعد الفيرست تو ييرز, بدا يستجيب
بعد الفيرست ويك. ما هو انت ممكن تدي 5-6 دي مرض على بيبقى السجين. ما هو انت مش معنى انه بدا مس بتاعك خف بكره، ما ممكن تكتشف بعد 6 شهور ان مس مش مناسب وتغير. فالارلي ارثرايتس يعني في خلال سنتين لو بدا دي مرض هيوصل هنا لو ديزيز اكتيفيتي، احسن حاجه تقدر تعملها يبقى عمره ما هيبقى ريميشن، كل ما اتاخرت مش هيوصل ريميشن. لو انت بدات فيري ايرلي وبدات بالبروتوكول وبدات بالتريت تارجت واستعملت الالترا ساوند وكده ممكن تو اتشيف نير ريميشن. فالتايمينج اوف تريتمنت فايتال، تريتمنت اوف ايه؟ اوف ديزيز. فانت لازم تبقى جبت الديزيز، تبقى متاكد انت بتعالج ايه، مش بالبركه كده ده مورنينج ستيفنس، ما الفايبروماج مورنينج ستيفنس ده اصل تندر على الجوينت، ما هو الفايبروماج بتندر على الجوينت برضه، ده ليميتد موفمنت، ما بيمرق ما ايده بتوجعه، هتبقى يعني انت لازم تشوف انت بتعالج ايه. البروبلم زي ما قلت الكلينيكال اكزامينيشن انيبل تو ريلايبلي ديتكت لو ليفلز اوف انفلاميشن. انت عارف الجريد بتاع السينوفاس طبعا 3 جريد بالجري سكيل والثلاثه جريد بالباور، اللي احنا بنجيبه كلينيكال اعتقد جريد 3 او اللي هو هاي 2، اللي هو لو 2 او 1 احنا ما بنجيبوش، ايدك مش هتجيبه، ايدك مش هتجيبه. الكلينيكال سنس بتاعك ممكن يساعدك لو انت روماتولوجيست بقالك فتره بتشوف حالات كتير، يعني هيبقى عندك كلينيكال سنس هتحس، بس في احيان كتير جدا الكلينيكال سنس بتاعنا بيخوننا برضه. انا حضرتك متوقع ينفوها على الكرايتيريا بتاعتك. جاي لك يعني ايه بتقول difficult to distinguish swelling. وبعدين انت ممكن تجيب swelling بس السويلنج ده اكتف ولا كرونيك؟ ما soft tissue swelling وتندر definite synovitis. كتير من اللي انت بتجيبه كلينيكال ديفنت synovitis بتبص بالالترا ساوند تلاقي مفيش دوبلر خالص، مفيش انفلاميشن خالص، فيكن synovi هيبقى swelling، هيبقى تندر، هيبقى limited، هيبقى painful، والهاك سكور هيبقى عالي والداس سكور هيبقى عالي، بس ده كرونيك. لو انت عليت جرعه الميتريكس يبقى انت اوفر تريتد وهيجيله سايد افكتس. لو انت اسيومد انه كرونيك وهو اكتف وما عملتش حاجه يبقى انت اندر تريتد. يبقى اذا ايه هي التول اللي هتجيب لك الدياجنوز الصح وهتجيب لك الكلينيك كلينيكال ديسيجن صح في اللونج ستاندنج ديزيز؟ الالترا ساوند. الالترا ساوند لو تقدر بلاد تيست فريكوينت اند هيلفول. انا قلت لك عيان السوريات الارثرايتس بيبقى اكتف، ولو ما عندوش اكتف سكين ديزيز مش هيبقى عنده ريزك في سي ار تي ولا اي صح خالص، هتبقى نورمال. ايميجين يا جماعه التخصص بتاعنا المستقبل فيه في الايميج، في بورتبل ماشينز وفي ستاند الون ماشينز وكلهم كويس افيلابل. ماشي يعني ريلاتيفلي اكسبنسيف مقارنه بالام ار والحاجات رابيد اسيسمنت. انا في العياده ممكن اعمل 5-6 جوست بتاع الراديولوجي، لو بعت له قلت له اعمل لي شولدر واعمل لي هاند واعمل لي ريست هيزهق منك، بالذات لو هو انت ما بيعملهاش برايفت بيعملها في الحكومه هيزهق منك. دايناميك، انت لو شاكك بتحرك وبتلف حوالين الجوينت اللي ما قر العين لو اتحرك بتبوظ الصوره، لا انت بتحرك عشان تشوف ده تندون، بتشوف حته الكالسيوم دي ماسكه في التندون ولا مش ماسكه، فدايناميك. وبعدين العين بيحبه جدا، العين بيفهم. انا كنت في دعوني في البحر الكاريبي والجمال الكاريبيه للروماتيزم اروح ادي ورك شوب الترا ساوند، والمجموعه بتاعتي خدت ناس عمرهم ما مسكوا بروب الترا ساوند، وعلمتهم ازاي بطريقه واحده كده تبص على الهاند ازاي، تبص على الانكل ازاي، تبص على الشولدرز ازاي. العيانه قاعده المجموعه اللي بعدها لما جت لقيتها هي بتقول لهم، بتقول له لا ديت يعني العيانه هي بتتكلم بالله ما بتعرف ما فهمتش بتقول ايه، فبسال الدكتور بقول له بتقول لك ايه، قال لي بتقول لي ان الاحمر ده يعني التهاب. العيان بيفهمه وبيعرف، والعيان اللي انت فشلت تقنعه يزود الميستكسيت وخايف لما بيشوف الحريقه جوه المفصل تقول له زي الحريقه بيقتنع، والعيان الفايبروميالجيا والاوستي ارثرايتس اللي انت فشلت تقنعه انها فايبروميالجيا ان هو مش التهاب لما بيشوف المفصل مش احمر وبتقول له الاحمر يعني التهاب ما فيش احمر بيصدقك ومخه بيهدى وبيرتاح وبيتقبل. الباور دوبلر كوريليت مع الباثولوجي، كوريليت مع فايندنج اندر مايكروسكوب سينوفيال انفلاميشن. الصوره دي على فكره ده كان موضوع رساله الدكتوره شيرين مشالي روماتويد ني، كانت عامله الباور دوبلر ومقارناه بالكلينيكال وحاجات زي كده. الصوره دي ايه؟ ده ايه؟ جمبري. صرصار ولا حاجه زي الصرصار؟ منفصله خلاص.
بس يا محمد انا مش عارف ايه هو في وش نصه ونص ده وش بني ادم يعني لا 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 وش بني ادم ده ايه ايوه واحد كوبوي لابس شخور واحد نص ابيض نص اسود طب انا هي فعلا راس واحد ونص طاقيه بس نص وش اسود ونص وش اول ما انا حطيتها ايه اللي جه ايه اللي في بالها صرصار حشره حشر لا اول انا شفت الراجل يعني انا شفت الراجل طب انت في سكيلز عارفه انا حطيت الصوره دي انا حطيت الصوره دي لان الصوره دي بنتي سالتني فيها دي ايه وما عرفتش وبدات افكر في الصرصار وقالت لي لما هتعرفها هتلاقي حاجه سهله جدا وفعلا لما عرفتها لقيتها واضحه ازاي ما شفتهاش في الاول بس انا قلت لها انا هستعملها في محاضره انا هقولها الاسبوع الجاي ليه بقى انا حاططها لان انا عارف ان انا وانا بتكلم على الالترا ساوند كل واحد فينا بيدور في دماغه لسه بقى هقعد اتعلم واقعد اخد كورسات واقعد اعمل الصوره الابيض واسود اللي ما ببقاش فاهم هي ايه ان انا اول ما بدات كان كل اللي انا شايفه على السكرين طلاسم زي دي مش عارف هي ايه بعد ما بتعرفها وما بتاخدش وقت كتير بتبقى بالنسبه للي مش عارفه شايف المنظر الصرصار بالنسبه لك انت شايف السؤال اللي انت عايزه وانت افضل من الراديولوجيست لسبب انت عندك هيستوري مش عند الراديولوجيست عندك كلينيكال اكزامينيشن فايندنج مش عند الراديولوجيست انت عارف ايه السؤال في دونت هاف تو بي سيستماتيك الريديولوجيست هيقول لك الكابسول مش عارف ايه في جونت فيوجن وفي الاخر يقول لك ممكن تبقى ارثروباث حتى مش هيقول لك هي انفلاميشن ولا لا ما عندهمش حته الجريدنج ما يفهموش يعني ايه جريدنج انت بتحط البتاع في دقيقتين جبت الانسر دقيقه بعد ما بتبقى ترين مش هاخد منك دقيقه انا رايي لو في فلوس وفي تبرعات وفي انفستمنت انا شفت حاجه فرحتني على الويب سايت المتبرع المرضى والناس اللي معاها فلوس لو تبرعت هاتوا اجهزه كويسه وهاتوا اجهزه السكيل ناقص سكيل بقى ما هي السكيل اللي عايز يتدرب فيه الورك شوبس على الورك شوبس ده جاي ان شاء الله هذه انت العياده معاك والحته دي تندر وانت حاسس ناس قول بس مش متاكد مش شايف الضوء مش حلو قوي وانت شايفين في ناس انا شايفها من مكاني صح ده في فيوجن وده دكتور مش محتاجه يعني مش محتاجه اللي عندك كلينيكال انت ممكن تسال نفسك انا مش متاكد خلاص انت كده متاكد دكتور بالدين لكن الجري سكيل هو جري عشان كده انا حطيت الصوره اللي انا حطيتها هو لما عينك بتاخد على البتاع بقى خلاص سبوت دايجنوز ما بتاخدش وقت بالممارسه هذه المقارنه بين الاكس راي والالترا ساوند والمقارنه المقارنه ما زال هو الجولد ستاندرد بس انت عشان تبعد عن المقارنه هيقعد وقت قد ايه لما يعملوا هيدفع فلوس قد ايه وانت لما يجي لك التقرير وتعرف هيكون فات قد ايه عايز الرد دلوقتي عايز الرد دلوقتي اهو علشان واحد زي اسمك ايه يا دكتور؟ محمد مجال الالترا ساوند عشان الدكتور محمد ما يعملش انتربريتيشن بمزاجه وانا اعمل انتربريتيشن بمزاجي وهو يقول دي ساينوفايتس انا اقول له لا مش ساينوفايتس في كرايتيريا متفق عليها في المجتمع في الالتراسونوجرافي كوميونتي ان لازم تطبق قبل ما تقول ساينوفايتس انت مش هتقول ان هي ساينوفايتس الا لو شفت هايبو ايكويك مقارنه بالسبديرما فات حاجه سودا مقارنه بالفات اللي تحت السن وانها ممكن تبقى ايزو ايكويك كمان ممكن تبقى هايبر ايكويك بس بشرط انها تبقى انترا ارتكولار وبشرط انك ما تعرفش تحركها لو دوست على البروب ممكن تبقى كومبريسبل بس مش هتخرج بره جوينت زي الفلويد لو دوست عليه خلاص يبقى احنا اتفقنا لو انت جبت 10 روماتولوجي سبيشال اعطوهم في اوضه اديتهم عيان عنده جريد 1 او 2 كلينيكال ساينوفايتس هيختلف هتلاقي نصهم قال دي ساينوفايتس قال لك لا لكن لو انت جبت 10 بيعملوا الترا ساوند 9 منهم هيقول لك دي ساينوفايتس في الالترا ساوند واحد ممكن يقول لك احتمال واحتمال لا فاذا الانتر والانترا اوبزرفر ريلايبيليتي في الالترا ساوند فيري هاي ما يختلفش عليه اثنين لو متدربين عليه كويس ادي جريدز بتاع الساينوفايتس ادي الميتاكارب فالانجيه تحط البروب كده ادي الميتاكارب الهيل ادي البروكسيمال فالانس ادي جورج سميث ترانجلر سبيس ده النورمال لوكينج جورج بتشوف حاجه جري كده لو الجري ده استبدل بلاك يبقى فيه فلويد فيه فيوجن يبقى هايبرميك لو الكابسول بدات تبقى ستريتشد وتطلع يا بروكسيمال يا ديستال يبقى جريد 2 لو علت وطلعت اباف اللاين الكونكتنج دوب بقى جريد 3 ده بجري سكيل طب سؤال هل دي بتقول ان في انفلاميشن ولا لا؟ لا لا
ما اعرفش لسه انفلاميشن ولا لا. دي بالظبط زي الجلايكوزيليت هيموجلوبين في الدايبيتس ال HbA1c ده هيقول لك اللي عندك كنترول بتاعه شكله ايه في الفتره في الهيستوري 3 6 شهور اللي فاتوا، لكن مش هيقول لك ان رياليتي الوقت البلاد شوجر بتاعه كام. اللي هيقول لك ان ريل لايف اللي بيحصل حاليا زي البلاد شوجر ده اهو الدوبلر الجوينت الانترا السينوفيوم نورمالي ايه فاسكولار زي ما انتوا عارفين، لو بدا يخش فيه فاسكولاريتي لا في حاجه مش مظبوطه هنا بقى. ده جريد 1 2 او 3 سبيكر جريد 2 اكتر من 2 او 3 بس لسه 50% في السيرفيس اريا في جوينت. جريد 3 مور ذان 50% ادي جريد. ما تعملش كلينيكال ديسيجن ابدا على جريد 1. جريد 1 يعني ما تغيرش العلاج. جريد 1 نون سبيسيفيك بس ما تقولوش تعالى بعد سنه برسنتج. معلش جريد 1 يعني نقطتين ثلاثه بس، ممكن يبقى نقطه فيهم عباره عن نقطتين ملحومين كونفلوكت. جريد 2 اكتر من نقطتين ثلاثه بس لسه 50% اوف ذا جوينت اريا. لسه 50% يعني لسه 50% اوف ذا اريا. اوكي جريد 3 مور ذان 50%. ده هو اللي احنا بنجيبه كلينيك، ده هو ما بنجيبوش كلينيك، صعب تجيبه كلينيك. ولو عن ايده تخينه او عين اوبيز مش هتجيبه خالص ولا هتجيب دوت. العيان اللي عندها ديبوز تيشو مش هتجيب جريد 3 كمان، مش هتشوف. فلو عيان ستويكال بيقول عليه ستويكال اللي هو العيان اللي مكبر دماغه اللي ما بيشتكيش اللي البين فريشر بتاعه عالي ممكن يعيش بالروبوتات سنتين ثلاثه وانت ما شخصتهاش لانك اعتبرت ان المفصل كويس وانت بتقول لك انا ما عنديش الم. وفي عيانين بيقول لك انا ما عنديش الم عشان ما تقولوش انت عندك روماتويد او عشان ما تعالجوش عشان ما تدوش خايف من ميثوتريكسيك مثلا. عارف انه هيجيب له سرطان وفكر انه هيجيب له فشل كلوي. فشل كامل. فاذا انا مش بقول الكلام ده من عندي، في ريفرنس وفي الوت اوف ريسيرش طلع ان الالترا ساوند سوبيريور تو كلينيكال اكزامينيشن، وطلع ان الالترا ساوند مور ريبروديوسبل ذان كلينيكال اكزامينيشن، وطلع ان الالترا ساوند هاز ذا بوتنشال تو كوانتيفاي سانيفاش. يعني يقول لك ده جريد اغير العلاج اسكليت ولا لا، ولا جريد ممكن اطنشه بس اجيب العيان بعد شهرين ثلاثه ابص عليه ثاني. العيان اللي جاي لك في بدايه الديزيز عنده فيري سيفير وورنينج سيفنس، ده ممكن ما بيبقاش عنده انفلاميشن في الجوينتس خالص، ده كل الانفلاميشن ممكن يبقى في الفليكسور تنت. فما تعملش سكان الظهر بس في الايرلي ارثرايتس. في الايرلي ارثرايتس بص على التنت ممكن بيبقى الانفلاميشن. يعني انا ليا زميل بيعمل الترا ساوند في المكان اللي انا فيه والريجسترار جات له الحاله اللي هو النايب وما كنتش انا موجود، فقالت له تعالى اعمل لها الترا ساوند وعمل الالترا ساوند قال لها لا ما فيهاش حاجه وعملت لها ديستشارج. الممارس الفاميلي فيزيشن قلقان ان في حاجه بعتها تاني في يوم كنت انا موجود فعلا عملت ما لقيتش حاجه، فبقول لها اقلبي ايدك وببص من هنا لقيت الانفلاميشن كله في الفليكسور تنت. فسالتها على طول انت الصبح اخبارك ايه؟ قالت لي بقعد ساعتين ثلاثه مش قادر اتحرك. فالعيان اللي عنده مور مورنينج ستيفنس بص على التندومز كمان. في الايرلي ديزيزز بتبقى تينو ساينوفايتس اكتر منها ساينوفايتس. الدورسال سكان بيجيب لك ساينوفايتس احسن، البالمر سكان هيجيب لك التينو ساينوفايتس احسن، فبص عليهم. ساعات اذا بس قلنا الروماتويد بعدين دايبيتيك بعدين حاجه ثانيه. ما انت عندك روماتويد فاكتور عالي وعندك سي سي تي بوزيتيف وجمع كرياتين وجمع كرياتين. يعني مثلا يا دكتور حاجه مش ارثرايتس، هل تنسى ارثرايتس ساعتها حلت مكانها من ارثرايتس؟ جمعت كرياتين عليها؟ ايوه. بس ده لحد ما دخل يعني واحده عندها روماتويد فاكتور 300 والجي بي قال لها مش شرط يكون روماتويد لان احنا بنشوف روماتويد فاكتور في ناس هيلثي والسي سي تي بتاعها نيجاتيف والاي اس ار بتاعها 50 وعندها مورنينج ستيفنس ثلاث ساعات وعندها سيمتريك بولي ارتكلر سيمتوم وبترتاح لما تاخد نون ستيرويد. وانت شفت المنظر ده هيبقى ايه روماتويد؟ ايه اللي هيديك روماتويد؟ هل 300 ما عندهاش سيكا سيمتومز ولا عندها سولن جلاندز ولا عندها شوجرز والرو والله نيجاتيف والاي ان اي نيجاتيف هتبقى ايه؟ ده ايرلي روماتويد. دي ميثوتريكسيت على طول. والعيانه دي جت بعدها وشفنا الساينوفايتس بقى في الجوينتس كده. ده كروس سيكشن في الفليكسور تندر اهو، ده لونجيتيودنال سيكشن شايف الفلويد اللي حوالين شايف الدوبلر اللي في التندر وهنا دي الجري سكيل ايمج ودي الدوبلر بتاعه. شوف شوف الانفلميشن فين؟ ده جري سكيل اهو، ادي التندر اهو وادي التينو سانوفيوم. شايف الجري ماتيريال اللي جوه ده؟ ده التينو سانوفيوم هايبرتروفايد.
تاني معلش كده شبه الثانية الخطوط الطولية البيضة دي ايه؟ ده التند ده التند ده الملمر ستراكشر بتاع التند بيبقى برايتر بيبقى برايتر ده صف تاني يا استاذ بيبقى وايتر ابيض ابيض طيب اللي حواليه ده بقى الهايبوكويك تيشو ده ده الانفلين تيشو ده الساينوفيت تينو ساينوفيت احنا بنستعمله في الانجكشنز يعني احنا بنعمل جايدد انجكشنز وجايدد اسبيريشنز يعني احنا دلوقتي بنعتبر ان الافضل ساوند الاستيثوسكوب بتاعنا الستيب بول امري يقول لك الستيثوسكوب بتاع الروماتولوجيست اليومين دول الالترا ساوند الروماتولوجيست اللي براكتس وداوت الترا ساوند او اكسس تو الترا ساوند ما انا مش كل الكونسلتنتس في القسم عندي بيعملوا الترا ساوند ولا عندهم مزاج يعملوا الترا ساوند بيبعتوا لنا في اثنين او ثلاثه مننا بيعملوا حاله شاكك فيها حازم لو سمحت بص الاعلان ده شوف فيه انفلاميشن الهيستوري هايلي سسبيشس بس انا مش شايف كلينيكال سيناريو مش عيب ان ابعت لزميلي مش عيب اسال زميلي لو عنده سكيل مش عندي واعملها وارد عليه اه في او مفيش مفيش بيعملوا ديسشارج في لا خلاص بنعمل دي على فكره على جزء ده على كدار ده بنروح برشلونه سونو اناتومي كل سنه بيعلمونا على كدار بيجيبوا عباقره الاناتومي يورينا الاناتومي وبعدين احنا ديمونستريت الاناتومي وبعدين نعمل سكاننج على الاناتومي وبعدين براكتس انترفنشنال تكنيكس على الاناتومي فلكن في جزء ده مش كنت في كتير في الاناتومي طب ايه تاني تغير في التخصص؟ ايه تاني تغير؟ الديزيز كومبليكيشن الحاجات دي احنا ما قلناش بنشوفها كتير ما اعرفش بتشوفوها هنا ولا لا صح ولانه ده مرحله قديمه قوي مش لسه حدث يعني انا كميديكال ستودنت اتقال لي ان انت تشخص الروماتويد بالسوانك وبالبوتينيرز كانت في الكلينيكال بيكتشر كانت في الكلينيكال بيكتشر لما جيت القسم اتقال لي غير كده بس في الكتب اللي كنا بنقرا منها الكلينيكال بيكتشر مش اندر كومبليكيشن اندر كلينيكال بيكتشرز وانك والبوتينير ده ساين اوف فيلير ده مش ساين اوف ديزيز ده ساين اوف فيلير تو دايجنوز اور تريت بس على فكره الان الامر ده مش قالي بس هو نون سبيسيفيك على فكره دكتور ابراهيم انا مش قلنا الديليشن تعليم ما عندوش اساس خالص يعني هو مش فيري سبيسيفيك انا في جي بيز بيبعتوا لي حالات لانه شاف قلنا اللي فيهم خالص نعم روماتولوجيست اول ما بيشوف الديليشن بيبعت بس في ناس نورمال يعملوا قلنا الديليشن بس في ناس عندهم ما عرفتش قلنا الديليشن من غير والله شفتها من غير وما لهاش لها لهاش تفسير ده انا في حاله هنا في القسم انا شخصتها روماتولوجي لما شفت القلنا الديليشن والدكتور وليد شدني شده محترمه يعني قال لي عندي عنده بريفر نيروك مش خاصه الغطوي ليه قلت له عشان قال لي لا مش خاصه قال لي ليه وتشددت ايام عشان ده محترم ف يعني ده انا بقصد بشوفه في الحالات القديمه لكن الحالات القديمه اتشخصت بدري اتعالجت بدري وبدات بالميثوتريكسيت مش بالاسبرين والنون ستيرويدز ما عدتش بتشوف الكلام ده اول عين ما بتقدرش ياخد عليها في عين مش هياخد عليها يقول لك لا انا مش هاخد عليها ده اللي بيدرسوه الطلبه على فكره ايه ده اللي بيدرسوه الطلبه على فكره الموديولز يعني بشوفها بس مش كتير قوي زي زمان الاطلانتو انزل سبنسيشن برضه قل خالص موجود بس قل خالص الكراش فراكشرز الاوستيوبروتيك فراكشرز بتاع الستيرويدز قلت الروماتويد فاسكلايتس يعني شفت حاله او حالتين مثلا في الخمس سنين اللي كان قبل كده على طول ادميت اكيوت ايمرجنس روماتويد فاسكلايتس ما هو روماتويد فاسكلايتس ان احنا كنا بنشخص الروماتويد متاخر وكنا بنعالجه غلط بايولوجيكالز حاجات بالهبل عمال كل يوم يطلع ماء ويطلع مش عارف ايه الواحد ما عادش عارف يلحق على اسماء كل ما تحفظ اسم يطلع لك اسم انتيتينات في سيل ديفيشن اي ال 6 اي 12 23 17 اللي هو مابل لوكس دلوقتي باي سيمينرز جاك وبعدين ما احنا ما هو ده لا يقابله تقدم في القدره على التشخيص ان ده لم يقابله تقدم على القدره على التشخيص العنين بتوعنا هيجي لهم كانسر هيجي لهم انفكشنز هيجي لهم حاجات اللي احنا اوفر تريت لان احنا اوفر تريت بنشخصهم رغم انهم مش روماتوري طب الكلام ده بقى ايه حصل ليه بقى باستثناء الميثوكسيد والسلتسالازين الحاجات دي يعني اذا اذا فاهمين معلش بتقول في الروماتويد خالص ما حكينا ما بيشتغلش في الروماتويد احنا زمان كنا نزلت نكتبه ما بيشتغلش في الروماتويد يا جماعه في اللوبس ماشي في اللوبس ماشي في البيشنس ماشي مش علاقه بالروماتويد مش علاقه بالروماتويد لو روبس روبس ممكن عشان اللي هيشرح مش هيشرح الروماتويد دول
عندي عيال عليه مثلا بيجوا مش عايز يوقفوا خلاص مش مبسوط ما عندوش ميك يعني حياتي خلاص هو هو ماتريكس صف سلازيم ممكن لفلونا مايد ما كانش يبقى بايولوجيكس بس عايزينك بقى تقدم لنا خبرتك في الناس اللي بره اللي خدت بايولوجيكس واستجابت عليه هتسحب ازاي هل لو بطلته هيرجع يحصل احنا قلنا في البروجرام النهارده وهقولها في السلايد اللي جاي ما هو ده واتس لايك ايه اللي بقى ممكن يتغير في الكام سنه الجايه يعني ممكن يتغير في الكام سنه الجايه في السلايد دي تيبرنج ان ستيبل بيشنتس ده سؤالك العيان اللي ماشي على الميرا وماشي على التانر سيبت بالجرعه اللي قالوا لنا عليها ان بتدي له 50 مللي كل اسبوع وده بتدي له 40 مللي كل اذن اسبوع طب وبعدين ده في الاول وهو اكتر طب العين بقاله سنتين ثلاثة ماشي زي الفل أسيبه من مصلحة شركات الأدوية يقول لك سيبه لأن نرفعه لا بول إيمري قالها في محاضرة من المحاضرات في أمريكا كولج السنة اللي فاتت أو اللي قبلها قال لك it doesn't make sense يعني ما هيش لوجيك إن عيان كان عنده إنفلاميشن قد كده في الأول بتديله جرعة دي من الهميرة أو من الإمبريل وبعد كده الإنفلاميشن بقت قد كده أهو ولسه انت مكمل بنفس الجرعه العاليه لا المفروض لما الانفلاميشن ينزل الديزيز التريتمنت ينزل زي ما كنا بنعمل في الجولد مش الجولد انت كنت بتبدا في باورفل وتبدا تسحب قال لك دي نفس الفكره انت العيان عندك في كلينيكال ريميشن وسيروجرافيك ريميشن ما تسحب بدل ما تديله الامبر كل اسبوع اديله كل اسبوعين يعني اكتر الانترفل ما بين الجرعه والجرعه مش اقل الجرعه في حد ذاتها اللي هي بديها في المره ما هو انت قليل الجرعه حضرتي نص الحكم ما هو انت بدل ما ياخدك اسبوع كل اسبوعين الهميره بدل ما بياخده كل اسبوعين ياخده كل ثلاثه دي ممكن تبقى سبلمنتد باللي بعدها بس دي مش موجوده في مصر يعني بس دكتور كلمه يعني جالك مثلا بعد سنه لسه كويس وبياخد الامبري كل اسبوعين طب ما جرب خليه كل 3 اسابيع خدوا كل 3 اسابيع المرض نشط طب ارجع كل اسبوعين تاني يعني تلعب لازم تجرب هتقضي ساعه العين ستهوره لو وقفته هتعب تاني لو ما قدرش اجاوبك على السؤال ده لازم نجرب وفي بعض العيانين لما سال السؤال ده قلت له لو تحب تجرب اجرب معاك قال لي جرب انا بقول لهم الاجابه الوحيده ان احنا نجرب فده دي حاجه من الحاجات التيبر بيسموها تيبر وبيعملوا دلوقتي في الاقسام كلها تيبرنج كلينكس كلينيشن يقعد ومعاه نيرس بتعمل الداس وجنبه الالترا ساوند لا ده ستيبل تيبرنج تيجي لنا بعد سنه لسه ما فيش دوبلر طلع والعين كلينيكال كويس وحسن كويس وخلاص كمل او زود حسن معلش ده التيبرنج مش احسن اللي هو قلل الدوز لان بتفرق الموضوع ده في هاف يعني لما افترض مثلا اديت الجرعه اللي هي بقى 2 ملي جرام وزودت الانترفل بتاعي هو كده مثلا ال 2 ملي جرام دول الاثنين بتاعته دول معروفه يعني حاجه تبقى زي اللي هي في المصاريف كانت لو انا مختار قلت الدوز في نفس الوقت بتاعي هو يعني ساعتها هيبقى احسن فارماكولوجيكالي It's not just the half-life that controls the how to respond to a drug. الانفلاماتري بول واحد من الميكانيزم. The reticular endothelial system اللي بيعمل clearance للبيولوجيكس. ده another factor. هي multi factors. الهاف-life واحد منهم مش كلهم. فانت الوقت الانفلاماتري بول قد ايه كل ما كان فيه انفلاميشن كل ما الدراج ده هيستهلك كل ما الانفلاميشن كانت قليله كل ما الهاف لايف بتاع الدراج ده هتتغير والفارماكو دايناميكس بتاعه كانت هتتغير ممكن بس يبقى ابليكابل الكلام ده في الريميكيد لان انت مش هترمي مش هتهدر انت عندك ال100 مللي وال200 فانت ممكن تقلل الدوز انك انت يعني بدل ما كنت بتدي للعيان 4 ملي جرام بير كي جي ممكن تقللها لانك عندك اوبشنز عندك تحكم في الجرعه قصدي اقول لكن في الهيوميرا والامبري مش معقول هنرمي نص الحقن العيان يهمه انه ما يجيش المستشفى كتير ده يمكن عندك انت هو اللي داخل والمستشفى يهمها ان الدي كيس يونت ما تتشغلش فانت برضه بتبص لها من ناحيه ايكونوميك كمان ان يعني مش بس من ناحيه ساينتفك ودي ما اتجربتش محدش جرب يدي هاف فايل ابدا لان بره لو الفايل نصه استعمل بيترمي مش حاجه اسمها عين هو مش هاف بقى يعني في 100 وفي 200 فانت ممكن بتاخد على قد ما تعرف ممكن جربوها انا هي ما اتجربتش اللي جرب بره اللي السيسي واشتغل لا بس انا معاك انا شخصيا بقى اللي جرب بره واشتغل وجاب نتيجه رغم ان انت ثيوريتيكال بتقول الهاف لايف هتحكمنا بس لما يعني انا عندي عيانين دلوقتي بياخد الهيوميرا كل 6 اسابيع وعندي عيان جالي من المانيا كان اول واحد اشوفه قال لي الدكتور بتاع انكلوز قال لي انا باخد الهيميرا كل 3 اشهر قلت له يبقى ما تاخدوش خالص احسن قال لي لا والله لو ما خدتوش المرض بنشر تاني ازاي يا ابني
قال الدكتور الالماني بتاعي قال لي اقعد بس لغايه ما وصلت معاه 3 شهور. قلت له بس 3 شهور ده اللي كتير قوي الدواء ما بيفضلش في جسمك. قال لي جربنا مرتين مع الدكتور الالماني لما بفوت ال3 شهور المرض بيجي تاني. طب قول لي بقى احسبها لي بالهاف لايف. لا لا حسيت في حاجه البلازما هاف لايف شيء وان وجوده في الجوينت عشان كده ده بعض الدراج الدراج اللي بيبقى كونسنتريتد في الساينوفي وبيفضل في الساينوفي. يعني هي مش بس هاف لايف هي مالتي فاكتور. الاوبيزيتي العامل البي ام اي بتاعه شكله ايه بالظبط غير الاوبيزيتي. الحاجه الثانيه اللي هي الثيرابيوتيك دراج مونيتور واتكلمنا عنها بريفلي النهارده ان انت قبل العيان اللي ماشي على هيوميرا ده بقاله سنه ما تعمل الدراج ليفل واعمل انتي دراج انتي بوديز العيان الستيبل. لو لقيت الدراج ليفل ثيرابيوتيك في النورمال رينج او اعلى انت بتلاقي ان في ناس عنده دراج اعلى من الليفل بتاعه فده ده فيري سيوتبل تيبر سوبرا ثيرابيوتيك ليفل. واكتشفوا لما عملوا ريسيرش لقوا 30% من الروماتويد بيشنتس بياخدوا دراج زي هيوميرا عندهم عايشين بسوبرا ثيرابيوتيك ليفلز. ولقوا 44% من عينين السورياتيك ارثرايتس عندهم سوبرا ثيرابيوتيك ليفلز. طب ما تعمل تيبر عنده جرعه الدواء تركيزه في الدم تروف ليفلز اعلى من المطلوب. طب انت سايبه كده ليه؟ ما تسحب. غير السيرتيك بتاع الارثرايتس الحاجه الثانيه العيان اللي فجاه لوست ريسبونس كان ماشي كويس وفجاه لوس اوف افيكاسي. طب هو لوس افيكت ليه؟ لانه ما بياخدش الدواء ولا لان الدواء ما عادش بيستجيب ولا لان طلع انتي دراج انتي بوديز. طب انا لما اغيره بقى اغيره على انتي تي اف ثاني ولا اديله ديفرنت ميكانيزم اوف اكشن زي رواكتمرا الدراج ليفلز وانتي دراج انتي بوديز. هتقول لك لو هو لقيت الانتي دراج انتي بوديز عاليه والدراج ليفل واطي يبقى ده عنده اميونوجينيسيتي الجسم اتاكينج الدراج. يبقى ات ميكس مور سنس ان انت تنقله على انذر انتي تي اف ذات از ليس اميونوجينيك زي الايتانرسيف. في حين ان لو هو فليرنج رغم انه عنده نورمال دراج ليفلز وما عندوش انتي دراج انتي بوديز يبقى اللي عنده برايمري فيلر جسمه ما بيستجيبش على تي ان اف بلوكت اني واي. يبقى انت لو غيرته على انتي تي ان اف الثاني زي ما احنا بنعملها بلايند كده يبقى انت ويستنج تايم ويستنج ماني ويستنج هيز هيلث. ده يحتاج ديفرنت ميكانيزم فاكت. ده ليه عذره اكتمر اللي هو مش مستجيب رغم ان عنده دراج ليفلز. العيان بقى اللي بيوقف الدواء من غير ما يقول لك بتيجي تعمل تلاقي لا دراج ليفل ولا انتي بوديز يبقى انت بتاخدش الدواء. كان عندي عيانه مجنناني كل يوم والتاني الجي بي كان بالعيانه دي استراجل العلاج اللي انت بتكتبه ما بيجيبش نتيجه وتيجي تقعد تعيط وجوزها هيجي معاها جنني ده يعني هناك سنه في كده في عيانين فيري ديماندد في عيانين فيري ديماندد وانتوا ما بتعرفونيش صح وانا هشتكي وانا هعمل. طب يا ستي انت بتاخدي انا عايزه كورتيزون ما بكتبش كورتيزون دلوقتي اكتر من حقنه لا انا ما برتاحش غير على الكورتيزون. طب خدي كورتيزون شويه يسحبي نيجي ننزل تحت 20 ملي جرامز وهي بتاخد هيميرا فلير. فقلت للجي بي لو فلير تاني لما انا استرويد هغير الدواء هديها دواء تاني انا مش عايز اخد بايولوجيكس انا بخاف منهم وبيعملوا. طب انا اعمل لك ايه؟ فجت في مره قلت لها انت واخده الحقنه ايه؟ قالت لي من حوالي 10 ايام كده. قلت خلاص طب انا هاخد عينه ما انت لازم تشرح العين هناك والا لو ما شرحتلوش انت بتاخد تحليل يعني هاخد عينه اشوف مستوى الدواء. لقيته الشبه احمر قالت لي اصل الحقنه الاخرانيه وجوزي بيديها لي السرنجه ما طلعتش كويس قوي. قلت لها معلش هقيس الدواء المستوى. قالت لي طب بس انا جوزي مش معايا وهو بيبقى يساعدني وانا باخد العينه. قلت لها الممرضات انا شطار جدا وهنا ممكن اعسليه واخد لك العينه. طب انا ما خدتش طلعت بره وقعدت تستنى الممرضه تنادي عليها تاخد عينه. بعد شويه الممرضه جت تقول العينه مشت فهمت على طول ما بتاخدش الدواء. العيان اللي انت بتعمل له تلاقي مفيش دواء ما بياخدش الدواء وبتحصل كتير في الاطفال والتين ايجرز وما يقولكش وتلاقي الام كل يوم تطلع على التليفون الواد سخن البنت ما بتمشيش البنت رجع على المدرسه البنت ده والبنت اصلا ما بتاخدش الدواء. طب مش الدفعه دي لازم تتاخد في المستشفى ولا عادي تجيبوها؟ لا العيانين العيان اللي المفروض بقى عشان يبقى الحاجات فور شور مفيش ريزورس ما عندهمش امكانيات ان الممرضه تيجي تديها في المستشفى. فانت بتعلم العيان سيلف مانجمنت يحمي نفسه زي الدايبيتك ما بيحمي نفسه الانسولين وهو اللي يدي الحقن. فالثيرابيوتيك دراج مونيتورنج دي من الحاجات اللي طالعه جديد وشغالين فيها وجايز تشوفوا اسمي فيها قريب ان انا ليدنج على مستوى شمال بريطانيا فيها ان انا بحاول ان احنا ندخلها تبقى في روتين براكتس. تارجت الدراج ثيرابي بيزد اون افورج في ناس تقول لك خد ساينوفيا بيوبسي الاول وشوف البريدومينانت سايتوكاين ايه واعمل له تارجت على طول ما تضيعش وقت
لو هو تي سيل دريفن خش في الاباتاسيف، لو هو بي سيل دريفن خش في الرتوكسيماب، لو هو وبيعملوا كمان انفيزيف بروسيجر في الكلينيك بالالترا ساوند جايدد بالترو نيدل. بس طبعا ده انفيزيف يعني في بقى الوقت هناك يعني مثلا ما اعرفش هنا نظام البيولوجيكس ايه، لازم العيان يبقى الدسكور بتاعه اكتر من 5.1 عشان ياخد البيولوجيكس. الوقت بيفكروا ان هم يقللوها شويه، ان العيان اللي هو ماشي كويس ده ما فيش فيه مشكله، العيان اللي متبهدل خالص ما فيش مشكله هتاخد له بيولوجيكس، لكن العيان اللي في النص اللي هو مودل ديزيز الكتف ده اللي بندوخ فيه هتعمل له ايه؟ فهم عايزين بيفكروا ينزلوها شويه. الوقت برضه بيتكلموا على الترا ساوند ريميشن رادرز ذان داست ريميشن، لانه بداوا يعرفوا ان مش كل واحد في داس ريميشن في ريميشن، مش كل واحد في داس اكتيفيتي اكتف، فبداوا يقول لك طب ما يعني بول امري والمجموعه بتاعه دلوقتي بقى بيتكلموا في الالترا ساوند ريميشن، الترا ساوند تارجت ريميشن مش بس كلينيكال، اللي بداوا يكتشفوا ان هم نفسهم الكلينيكال سكيلز بتاعتهم ممكن عيني يبقى اكتف ومش عارف، ممكن عيني يبقى كويس وهو فكروا اكتف، يعني عايز يبقى سب كلينيكال ريميشن. دلوقتي في يعني ديبيت جامد جدا في الروماتولوجي كوميونتي ان يدخلوا الالترا ساوند ترين كوريكولم زي المانيا ما عملت وزي ايطاليا ما عملت وزي اسبانيا ما عملت، البلاد دي بنروح نتعلم منهم الالترا ساوند لهم ما سبقوها بمراحل. نايب الروماتولوجي هناك لازم في الكوريكولم عنده الالترا ساوند، لازم هو ناني يعملوا ده. فهو دلوقتي بيتكلموا في الكوريكولم، في ناس معارضه وناس موافقه، كنت عايز اعمله والله في الام دي كوريكولم، ناس معارضه وناس موافقه عشان الاول نعمل تريننج الناس تتدرب الاول وبعدين نتحمل فيه. الطب هناك كله الممارس العام هو اللي بيشك في الحاله ويحولها للاخصائي. دلوقتي في تركيز جامد جدا على تدريب الممارس او الطبيب الصحه او الرعايه الاوليه ازاي يشك في الروماتويد، ودي حاجه احنا عملناها على مستوى الرسوم بتاع الهاند. طبعا اسهل حاجه الهاند، اسهل حاجه الهاند شولدر فيري كومبلكس، بس مش اللي زينا الشولدر. انا مش شغلتي اقول ده بارشال تير ولا فول تير، انا شغلتي اقول فيه سينوفايتس ولا لا. بس فانت في الروماتولوجي اللي عايزه تعرفي ده سينوفايتس ولا لا سهله تقولي فيه سينوفايتس ولا لا. هل في فيوجن حوالين بايسب سيندول؟ هل في فيوجن في السب اكرومال بيرسا؟ هل في جوينت فيوجن من ورا ولا لا؟ لكن انا بقى مش شغلتي اقول ده ليجامنت انشي، ده الكوراكو اكروميا ليجامنت، ده الكيبل، ده مش بتاع سبورتس ميدسن. الشولدر كومبلكس بتوع الراديولوجي احسن مننا فيه في الحاجات النون انفلاماتوري. في الانفلاماتوري داش روماتولوجي شغلنا، لذلك المجموعه اللي انا فيها في الالترا ساوند في المكان اللي احنا فيه الوحيده في العالم اللي عملت ساينوفايتس كورسز للالترا ساوند، كورسز فوكس على الساينوفايتس بس، لان انا مالي ومال النيرف انجري، مالي ومال السوفت انجري، انا مش عامل الكلام ده. انت لما بتروح تاخد كورس في اليولار بيوجع دماغك في النيرف انجري، انا مالي، انا روماتولوجي عايز الحاجه فين في الروماتولوجي الساينوفايتس. اعتقد دي اخر سلايد، يعني الهدف منها ان احنا بنحاول كتير جدا. الجي بي بعت لنا جواب يقول لك العيان ده عنده سوولن جوينت، فنقوم نعمل له ارجنت نحاول نشوفه بسرعه، نيجي للسوولن نلاقيها بوشرد وهبت، فبنقول له لما يبقى سوولن بوني كده مش ده اللي انا همي، انا يهمني اللي هو البوست سكويز واللي هو السوفت سكويز. فانت بتعلم برضه زميلك بتاع التخصصات الثانيه ازاي يشوف في الحاله عشان يحولها لك بدري عشان تشخصها ده. اعتقد دي اخر سلايد. لا في سلايد مهمه جدا لبعض الناس اللي سلفوني حضرات سلفوني سلايدز اللي انا استعملها في المحاضره دي، فيليب لاد كونسلتنت روماتولوجيست في نيوكاسل، وبعض السلايدز اللي انا استعملتها منه الراجل مشكور. انا لما عرفت ان انا جاب المحاضره في القسم عندي قال لي من حقك تاخد اي سلايدز من المحاضره، فانا بشكره و بالنسبه